احنا في تجمع احرار الشرقية تم بعون الله تعالى تسليم اول مقر واخلاء المقر لخارج البلد وتسليم المنزل لاصحابه. وبعون الله تعالى سنكون دائما عونا للمدنية ونصرتهم كما خرجنا لنصرة هذا الدين والمدنية كاملا، وجاهزين لارجاع اي مظلمة لاصحابها. كانوا اخوتنا احرار الشرقية مستلمين. انا جاي من تركيا على الطريق، سمعوني جيت لسه انا وعلى الحدود، ما قطعت له لسه. الجماعه فضوا لي بيتي بكل صدر رحب، وانا ساكن ببيتي هلا، وفي إلى محلات تحت كمان استلمتن وما ضل شيء ابدا. وهلا هاد ابني ساكن فيه، والتحت ابني ساكن فيه، اولاد اختي كمان سكنوا بنفس البيوت. فضوا لنا، ما ضل حدا هون على الخالص والله الشباب.